احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على آية الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله، وقفنا عند ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله إيه؟ غفورا رحيما. احنا قلنا هنا عشان خاطر نبقى الدنيا يبقى منتبهين، أن الهجرة هنا هجرتين، هجرة قبل الإيمان وهجرة بعد الإيمان، وده اللي ناس كتير من المسلمين ما يعرفوهوش، إن في هجرتين، هجرة قبل الإيمان وهجرة من إيه بعد الإيمان. الهجرة اللي قبل الإيمان اللي أنت كمسلم في بداية طريقك إلى الله، إذا أردت أن يكون لك إيه؟ طريق إلى الله. أنت ممكن تعبد ربنا، تصلي وخلاص، تصلي وتصوم وتعمل اللي عليك، أنت كده مؤدي صلاتك. طيب أتأدية صلاتك دي لا يمكن هيجي عليك يوم وتيجي صلاتك كاملة، أخطأت في الصلاة، سهيت في الصلاة، ضاعت منك الصلاة، أقام أو عملت فعلت من السيئات، كل الكلام ده بيأثر على فين؟ على الصلاة. الصلاة قد ساعة فيها سيدنا علي سيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت إذا دخلت الصلاة فكأن الله أمامي والجنة على يميني والنار عن شمالي، فأصلي وأبكي حتى يخشى علي، واخرج من الصلاه لا اعلم الله قبلها ام ردها علي. يبقى كده كل صلواتنا احنا واقعه اصلا. سيدنا علي بن ابي طالب لما كان بيخش الحرب ويجرح، من لما يحبوا يكووا الجرح بالنار ما كانش يخليهم يعملوا كده، اللي هم انتظروا حتى ادخل فين؟ في الصلاه. فاذا دخل في الصلاه ونضفوا الجرح وكبوه بالنار وهو فين؟ وهو في الصلاة. احنا يعني لو جت دبان علينا كده بتخلينا نلف، او ناموسة خليك تلف حوالين نفسك كده. الموضوع مش موضوع احساس، الموضوع موضوع ايمان. ففي فرق في المسلم ان ياخد له طريق لربنا، وفي فرق ان المسلم يؤدي اللي عليه، يؤدي ما عليه. لان لو اتكلمت على اقامة الصلاة، اقامة الصلاة لها فروض، اقامة الصلاة لها شروط، اما اداء الصلاة ده اللي احنا فيه. الذين يقيمون الصلاة، اقامة الصلاة، انما احنا بنعمل ايه؟ بنؤدي الصلاة. ليس للانسان من صلاته الا ايه؟ الا ما وعى منها. طب هات لي بقى حد كده يوعى في الركعتين ولا الاربعه كم وقت؟ مفيش. انت بتخش الصلاة من هنا وكأن كل المشاكل كلها بتتجهز فين؟ وقت الصلاة. يبقى في هجرة الى الله قبل الايمان، وفي هجرة الى الله بعد الايمان. يعني هجرة الى الله قبل الوصول الى مرتبة الايمان، وهجرة الى الله بعد الايه؟ بعد الوصول الى الايه؟ الى مرتبة الايمان. قبل مرتبة الايمان تبدأ بالاستغفار، بالتوبة والاستغفار والتهليل ثم الاجتهاد في الذكر، بتنك تجتهد. المرحلة الأولانية دي هي أشد وأصعب مرحلة إذا أردت أن يكون لك طريق فين؟ مع الله. وده اللي كل الأولياء فيه، يعني كل الأولياء كلهم، ما في ولي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل له علامة إلا كان له إيه؟ طريق مع الله. تبدأ الطريق بالاستغفار. لذلك ربنا قال لحضرة النبي كده، قال له: فاستقم كما أمرت. ومن إيه؟ قال له: ومن تاب معك. يبقى بداية الطريق إلى الله الاستغفار، ثم التهليل، ثم الذكر. وعلشان تمشي في طريق الذكر، عشان تمشي في طريق الذكر لابد أن يكون لك إيه؟ معلم. لازم معلم. الرحمن فاسأل به
وشرحناها قبل كده، قلنا قال الرحمن فاسأل به، يا محمد اسأل به مش يسأل عنه، فاسأل به يعني خد الوسيلة بتاعتك، فاسأل عنه يعني اخد معلومات عنه. لا، ربنا قال الرحمن فاسأل به ايه؟ خبيرة. اذا اردت ان تصل الى الرحمن فعليك بالخبير الذي وصلك فين؟ الى الرحمن. كان من ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الاولياء الصالحين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يفتح لهم طريق الوصول اليه، ثم من بعده مين؟ قال ايه؟ تلاميذهم، تلاميذ بتوعهم اللي هم علموهم وربوهم وفهموهم كيف يكون السير الى الله. تمام؟ يبقى السير الى الله من الاول لحد الايمان. وقلنا السير الى الله من الاول الى الايمان انت عندك كم نفس؟ ثلاثة، حتى تعبر الى النفس الايه؟ الرابعة. قلنا النفس الاولانية الامارة بالسوء، ودي اشد واصعب نفس، وبعدين النفس اللوامة، وبعدين النفس الملهمة، وبعد كده النفس الايه؟ المطمئنة. من بداية وضع قدمك لسكة الوصول الى الله انت بتبدأ بالاستغفار، وانت ماشي على ايد خبير بالذكر والعبادة المظبوطة السليمة تبدأ تتخلص منين؟ من النفوس دي، الأمارة بالسوء، وبعدين اللوامة، وبعدين الملهمة. وقلنا ان المواضيع التخلص من النفوس ده شيء اساسي واصلي في ان العبد يصل لربنا سبحانه وتعالى. لذلك كل الاولياء والصالحين هتلاقيهم عندهم زلة وانكسار اللي احنا بنقول عليه تواضع، يعني مفيش حد فيهم متكبر، مفيش عندهم الكلام ده. فتبدأ لحد ايه؟ طيب لحد النفس الايه؟ المطمئنة. المطمئنة دي ربنا قال عليها ايه؟ ها؟ الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ادي اول حاجة، يعني الاصل يستغفر العبد ويدخل في التهليل، بعدين يبدأ في ذكر ربنا، يجتهد في الذكر لحد قلبه لما ايه؟ يطمئن بذكر الله. القلب يطمئن بذكر الله. طب وبعد كده هينقلب الآية، ايه اللي تتقلب؟ القلب نفسه هو اللي هيذكر ربنا. ألا بذكر الله تطمئن الايه؟ القلوب. يبقى الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ده العبد لما بيصل الى النفس المطمئنة بشدة الذكر والعبادة، ويصبح القلب متأهل لنور الإلهي، ينزل النور الإلهي على قلب العبد، يصل للقلب ايه؟ يحصل للقلب نشوة بوجود بتجلي النور الإلهي. علشان كده الموضوع مش عمومي خالص، ربنا قال كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قيل ما الإيمان يا رسول الله؟ قال هو نور من الله يقذفه فين؟ في قلب من يشاء. يبقى مش الكل، من يشاء منين؟ من عباده. يبقى اختيار. طب من مين بقى؟ ها؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فاذا اجتهدت في الذكر والعباده، ربنا قال لسيدنا ابراهيم، على سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وابراهيم الذي وفى. وفى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى علمه الذكر. فسيدنا ابراهيم الخليل اجتهد جدا جدا في الذكر لحد لما تنزلت الملائكة ايه؟ عليه. طيب المسلم يعمل ايه؟ يعمل كده. قال ان الذين قالوا ربنا الله. ان الذين قالوا ربنا الله، يعني اخذوا طريق السلوك الى الله، واجتهدوا في الذكر بالايه؟ بالاسم الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو دي القصه بقى. ثم استقاموا. احنا قلنا ربنا قال للنبي فاستقم كما امرت ومن تاب معك فاستقم. يبقى الاساس هنا ايه؟ الاستقامه، يعني استمرار الايه؟ الذكر.
طيب يقول هنا في الموطن ده، في الموطن ده موطن الاستقامة ده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لتتنزل عليهم الملائكة. يعني اللي بيجتهد في الذكر والعبادة الملائكة تتنزل عليه، شريطة أن يكون له خبير، الرحمن فاسأل به خبيرا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى لازم كلمة المرشد دي زي قبطان بتاع السفينة. عشان كده ما فيش حد ينفع في الإرشاد العباد إلا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كل أهل بيت النبي أولياء، ما فيش ولي إلا ما كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما كانش من أهل البيت يضاف إلى أهل البيت. عشان كده حضرة النبي قال أنا جد كل تقي، كل تقي هو جده. فإن كان من أهل البيت هيبقى تقي، لو كان مش من أهل البيت وتقي النبي يعمل فيه يضيفه. عشان كده قال سلمان منا أهل البيت وهو مش من ذريته، وصهيب منا أهل البيت وهو مش من ذريته، وبلال منا أهل البيت وهو مش من ذريته. يبقى دول أضافهم مين؟ أضافهم لمين؟ لأهل البيت. فتلاقي كل الأولياء والصالحين منين؟ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أهل البيت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث مالا، إنما نورث مال ولا درهم، أمال ولكن نورث علما. فكانت وراثة أهل البيت للنبي صلى الله عليه وسلم وراثة وراثة علم. تمام، وراثة علم، علمهم ربنا عشان يعلموا العباد. طيب نيجي بقى نرجع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال ايه بقى في ملائكة دي؟ عشان تعرف ان ممكن عمرك ينتهي وتخرج من الدنيا وانت صفر، او عمرك ينتهي وانت مكرم عند ربنا سبحانه وتعالى. قال تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. حط بقى برواز كده، الا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى جوه التربة لا يخاف ولا يحزن، عند السؤال لا يخاف ولا يحزن، لحد يوم القيامة لا يخاف ولا يحزن، ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب وهو عايش نحن أوليائكم فين؟ في الحياة الدنيا بس؟ لا، وفي الآخرة. يعني اللي بيذكر ربنا بذكر مظبوط، اللي بيذكر اسم الله بذكر مظبوط وبعدة مظبوطة وتتنزل عليه الملائكة، الملائكة دي ما بتسيبوش وتمشي، بتبقى خدامينه فين؟ في الدنيا. ومعاه فين؟ في التربة. ومعاه فين؟ في الآخرة. طب ايه اللي يخليك انت تبقى بعيد عن ده؟ ده انت العبد المؤمن لما بيصل الى درجة الايمان وتتنزل عليه الملائكة، الملائكة دول بيبقوا السند بتوعه في يوم الحشر، السند بتوعه في التربة تحت، السند بتوعه في دنيته هو عايش. فربنا ما قالش ان الملائكة دي هتترفع، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفين؟ وفي الاخرة. يعني احنا معاكم عند الحساب واقفين معاكم. طب انت حد يطول لما الملائكة تبقى معايا؟ يعني ايه؟ ما في ذنوب، يعني في حالة في حالة رضا منين؟ من رب العباد، في رضا من رب العباد، ده الاصل. طيب هنا لما العبد عمره ينتهي وهو لسه كل حاجة يعرفها في دنيته انه يصلي ويصومه بس، يبقى ما خدش حاجة من ثمرات الاسلام، ما انتفعش بحاجة من القرآن، ما انتفعش بحاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الآية، ومن يخرج مجاهدا في سبيل الله. يبقى احنا كده دي ده واحد، الأولانية لحد الاطمئنان. هنا ايه الاطمئنان؟
يجتهد العبد في الذكر حتى يصل إلى مرتبة الإيمان. إذا وصل إلى مرتبة الإيمان أصبح القلب مؤهل لنزول إيه؟ لنزول النور الإلهي. إذا نزل النور الإلهي على قلب العبد، لما النور الإلهي ينزل على قلب العبد القلب هنا إيه؟ يطمئن. طيب تلاقي الناس ماشيين ورا الميت يقولوا له يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة إيه؟ ما خلاص هي نفسه خلصت، فين الاطمئنان دي؟ بيضع آيات في غير محلها. آياته النفس المطمئنة مطمئنة فين؟ ده هو عارف هو نفسه راحت فين دلوقتي؟ هو جعلنا أم الله راح فين ولا قصته إيه؟ إنما المقصود هنا إن يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة وهو إيه؟ وهو عايش. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، يبقى القلب يطمئن بذكر الله. يبقى هو اتنين، الجزء الأولاني أن يتنزل النور الله على القلب فيطمئن القلب، الجزء الثاني أن القلب يذكر ربنا فيحصل له الاطمئنان الايه الثاني. يبقى أنت وصلت إلى الهجرة الأولى اللي هي من مواطن الذنوب لموطن الإيمان. طيب أثناء اجتهادك في الذكر بيمر بيك أحوال الإيمان. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون إيه؟ أو 73 شعب، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وعليها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تقول لا إله إلا الله وأنت متيقن من نزول النور الإلهي على قلبك. طب ما احنا بنقول لا إله إلا الله وفي حد يقولش لا إله إلا الله؟ انت عشان تؤمن قصدي تسلم لازم تقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. لذلك عشان لما الناس دخلت كله ببعضه ربنا قال قالت الأعراب آمنا، جمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احنا مؤمنين نشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت، نحن يا رسول الله مؤمنين. ربنا نزل الآية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، جاروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وما الإيمان؟ قال نور من الله يقذف في قلب من يشاء من عباده، وقال اتقي فرصة المؤمن فإنه ينظر أو يرى بنور الله. يقولوا فيها دي قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين. طب احنا فيلم القصة دي، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. طب أنت فين في القصة دي؟ عشان كده الإسلام حاجة والإيمان حاجة، الإيمان درجة والإسلام حالة. أول ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أصبحت مسلم، عليك صلاة صليت، عليك زكاة زكيت، عليك صوم صمت، عليك حج حجيت، كل دول عملته اسمك مسلم، مسلم فقط لا غير. هو الإسلام الأربعة دول، هو الإسلام الخمسة دول. طيب دوس بقى على الإيمان. إذا أنت مشيت من موطن الاستغفار لحد ما وصلت إلى موطن الاطمئنان اللي هو موطن الإيمان ونزول النور الإلهي في قلب المؤمن، هنا القلب ربنا خلقه بلسان، القلب ربنا خلق له لسان، اللسان ده ما يقولش غير الله بس، يقول كده يعني النبض اللي انت بتسمعه ده بعد كده تسمع كلمة الله صريحة، قال صريحة، وبعد كده لو ذكرت ربنا بلسانك تلاقي القلب بيكرر، بيكرر وراك. دي اسمها مرحلة الإيمان. يبقى ده الإيمان الأولاني. يبقى ومن خرج من بيت مجاهدا في سبيل الله، وصل لحد هنا تمام. الجهاد الثاني بقى من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان.
ومرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان دي قصة كبيرة جدا جدا جدا. يقول ربنا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة لحد ما قالوا كنتم أزواجا إيه؟ ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ده ليه حساب وده ليه إيه؟ حساب. بس واحد تبعي هيخش الجنة وواحد داخل فين؟ في المشأمة والعياذ بالله. بس لما جه على الفئة التالتة قال عليها إيه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. لما تيجي بقى عند السابقون 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 أولئك المقربون تبدأ منين؟ تبدأ من بعد مرتبة الإيمان اللي إحنا بنتكلم فيها، الهجرة الإيه؟ الهجرة التانية. يا أيها الذين آمنوا أهي، خد بالك، يبقى من الاستغفار تمر بالنفس الأمارة، تخلص من نفس الأمارة، تخلص من نفس اللوامة، تخلص من نفس الملهمة، توصل للنفس الإيه؟ المطمئنة. يبقى أنت اسمك إيه؟ مؤمن. ده الجزء الأولاني. يا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى عايز منك إيه؟ تستكمل درجات الإيمان. الهجرة الأولى للإيمان القلبي، الهجرة الثانية للإيمان الروحي، ودي قصة ثانية خالص. لذلك في حديث سيدنا عمر بن الخطاب لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل علينا رجل شديد سواد الشعر الشديد بياض الثياب لا نعرفه منا احد ولا يعرف منا احد، ما حدش عارفه. وجلس الى النبي وقال اخبرني عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج البيت، ان استطعت الى ذلك ايه سبيلا؟ قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء خيره وشره حلوه ومر، قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد ما خلص الحديث قال ردوا علي الرجل سيدنا عمر بن الخطاب، خرجنا ما لقيناهوش، قلنا لا 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 إيه لم نجده يا رسول الله، قال هذا أخيكم جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. يبقى الدين إسلام، إيمان، إحسان. ده المطلب منك، أي مسلم مطلوب منك، أي مسلم ده. لكن الكل بيجتهد في أمور الدنيا، وكل شاطر في أمور الدنيا، وكل شاطر في كل حاجة تخص الدنيا والكلام الفاضي، إنما سكة السلوك إلى الله للأسف العدد بسيط واللي يعرفه قليل. يبقى هنا دي مرحلة أول. المرحلة التانية بقى من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإيه؟ الإحسان. طب إيه بقى مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان دي؟ في مرتبة الإيمان النفس مطمئنة، يجتهد الذاكر السالك إلى الله يجتهد في الذكر والعبادة وفي الاسم الله وفي القرآن الكريم وفي الصمديات وفي الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الصلوات، يجتهد حتى يصل إلى النفس التي تلي نفس المطمئنة اللي هي إيه؟ الراضية. يخش في النفس الراضية وبعدين يخش في النفس المرضية. كل الكلام ده كله العبد بيسير فيه وهو إيه؟ وهو عايش. لو مات خلصت الليلة، ما عندوش حاجة. فيصل هنا الى نفس المرضية الراضية وبعدين المرضية. في النفس الاخيرة اللي هي النفس الكاملة قبليها بينتقل الذكر من القلب الى الروح، من القلب الى الروح. يعني الروح هنا هي اللي هتذكر ربنا، القلب يحمد يقف الذكر فيه. القلب ايه؟ كان في مرتبة الايمان كان القلب بيذكر، عشان كده يقول ربنا ما وسعتني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. ويقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. خد بالك من اللفظ بتاع القرآن الكريم، الناس اللي بتاخد اي كلام محشي، هو اي كلام. في بيوت، ما قالش في مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، ما لقيناش مسجد اترفع.
ويذكر فيها اسمه. عشان كده بقول لك القلب ده ربنا خلقه بايه؟ بلسان يقول ايه؟ الله بس. ربنا اسمه ايه؟ الله. لو خدت ال 98 اسم هو مين الرحمن؟ الله. مين الرحيم؟ الله. مين الغفور؟ الله. مين المحيي؟ الله. يعني الاسم الاساسي هو مين؟ الاسم الله. يبقى الاسم الله ده الاسم الاساسي. ربنا خلق القلب بلسان يذكر الله بس. عشان كده قال في بيوت اذن الله. عشان كده ما حدش يقدر ينتقل الى مرتبه الايمان الا اذا كان ماشي مع خبير عشان يقدر يخليه يديله الاذن بده، لان الكلام ده حاج حسني بيتاخد بالاذن. بيتاخد باذن يعني منك لنفسك لو وعدت عمرك، ما فيش الكلام ده، لان ربنا قال كده في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. قال فيها ايه بقى؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال. صفه الناس دول ايه يا عم احمد؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. اصلا عايش نايم واكل شارب، الله شغال فين؟ في قلبه. يقولوا هنا بقى ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم رب ذره من اعمال القلوب تعادل ايه؟ مساقيل الجبال من اعمال اللسان. عشان كده انت ما انتش غافل، اذا وصلت الى مرتبه الايمان ما انتش غافل. طيب لسه مرتبك هينفعك فين بقى؟ هينفعك على الصراط. هينفعك على الصراط وانت بتعدي الصراط، لان حسناتك كلها تتحول الى نور. صاحب المراتب الايمان العاليه هيبقى القلب شغال عمره كله، حتى لو مات القلب في حال ذكر. ده يعدي الصراط بسرعه البرق. التاني النور بتاعه ايه؟ بيستهلك. النور اللي عنده شويه حسنات بتضيع خلاص. عشان كده قال دعونا نقتبس ايه؟ من نوركم. خلونا نقتبس من النور بتاعكم. شوف المؤمنين كل واحد جايب الصراط. الله اكبر. الصراط خط طويل، شريط طويل، مسافة كام الف سنة اشد من الشعرة بتعدي عليه، انت مش هتشوفه الا بالنور ده. طب انت ما دخلتش الى درجة الايمان، ما انتش داخل، ما هتجيب نور منين؟ عشان كده صاحب ذكر القلب اللي تنزل النور الالهي على قلبه في الحالة دي القلب بيذكر ربنا. كل ذرة تعادل ايه؟ مثاقيل الجبال. يسمى هنا العبد. اصبح العبد منين؟ من الابرار. ان الابرار ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. ها ان الابرار لفي نعيم. طيب كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده مين؟ المقربون. يشهدوا ليه؟ ما انت من اول ما انت داخل سكه السلوك الى الله داخل بذنوب، وصلت الى درجه الايمان كل الذنوب دي مكتوبه، اللي انت ما تبتش عنها مكتوبه. شغله المقربين ان هم يطلعوا على الكتاب ده ويعملوا ايه؟ ويستغفروا لك ربنا. مش هي مجله هم بيتفرجوا فيها ولا كتاب بيقروه، عشان يستغفروا لمين؟ للسيئات اللي انت ما لحقتش تستغفر عنها. طيب الناس بتوعنا مشايخ اللي هم اياهم يقول لك الابرار ده اللي هو عيل صغير مات. يا عم بيقول ان كتاب الابرار كتاب، هو فيه عيل صغير له كتاب؟ الكتاب ده من بعد ما يبلغ 14 سنه يبدا ينزل كتاب وينزل له الرقيب العتيد، انما قبل ده هو ملوش كتاب، هو بلا سيئات، يعني عايش في الدنيا كده مفيش عليه ولا رقيب ولا عتيد. ولا بالذات تتولى لو سقط في اللفه مات هو ده الابرار، طب وفين كتابه؟ عشان كده اي حاجه في اي حاجه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. اول ما توصل الى مرتبه الايمان ياخدوا الكتاب بتاعك يقفلوه كده ويتحط فين؟ في عليين. يشهده المقربون. اللي هم مين بقى المقربين دول؟
اللي ربوك وعلموك وادوك السكة الوصول إلى الله، هم دول اللي هيشافوا الكتاب بتاعك، لقوا فيه سيئات استغفروا لك ربنا، وهم لما استغفروا ربنا يقبل ولا مش ولا يرفض؟ لهم ما يشاؤون عند ربهم ولدينا ايه؟ مزيد. بس توصل الى مرتبة الايمان دي، الى درجة الايمان دي، يبقى المرحلة دي المرحلة الاولى. بعد الحالة دي يبدأ التجهيز الروحي لذكر الله، يبدأ التجهيز الروحي لذكر الله. التجهيز الروحي لذكر الله ده له أسس ومتطلبات وله خط سير إلى الله. ده إن شاء الله نقعد كده نشرح فيه 5 6 7 8 أسابيع لحد ما نخلصه. فإن شاء الله لحد كده ده الجزء الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا. هنا وقفت فين؟ المربع ده الجهاد الإيه؟ الأولاني. الاجتهاد، الاجتهاد منين؟ من أول الذنوب والاستغفار لحد نزول النور الالهي فين؟ في القلب. يبقى دي المرحله الاولانيه. خد بالك، علشان من بعد النفس دي، من بعد الايمان هيبدا دخولك للروح. ما بين القلب والروح يسكن مين؟ الوسواس الخناس. يسكن الوسواس الخناس ده لما تجتهد من ذكر القلب الى ذكر الروح، نور الاسم الله يذبح الوسواس الخناس ده. فما فيش في المرحلة دي ما فيش وسواس نهائي، انما كل اللي يصل كله عبارة عن فيوض او فيوضات الهية من النور والعلم، ما فيش وسواس. عشان كده من انتقال الذكر من الايمان من القلب الى الروح، والنور الالهي ماشي كده، النور الالهي ده عامل زي سيف كده يقطع رقبة الوسواس الخناس ده. تشوف في الرؤية ان انت نايم او بتذكر ربنا، وفجأة حاجة اتذبحت جواك، لقيت قدامك الدم ظهر. دي الرؤية المعروفة عند عامة اللي هم السالكين اللي بيوصلوا الى المرتبة دي. خلاص بقى، اذا الدبح ده انت كل حالك مع ربنا ما هي الا عبارة عن الهامات ملائكية نورانية كلها 99% في امور العلم، كلها في العلم. ليه؟ لانك ربنا هيعلمك ما لم تعلم، وكل يوم في علم جديد، كل يوم في علم جديد لحد ما يتوفق الله. يبقى بدل الوسواس فيوضات علمية نورانية، ها، وفيوضات علمية تيجي من المرحلة الثالثة دي. علشان كده لما تمسك القرآن الكريم حاج حسني تلاقي ربنا سبحانه وتعالى الخطاب كله، كل خطاب القرآن اما للمؤمنين او للانبياء، مفيش حاجة للمسلمين. ها، كل مين؟ للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا، يا ايها المؤمنين، كل القرآن للمؤمنين او للانبياء. تمام. طيب، وقال ان الله يدافع عن الذين امنوا، بس يدافع بس. الاعلى بقى من دول اللي هو بتاع مرتبة ايه؟ الاحسان. ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا، والله يحب المحسنين. مرتبة الاحسان دي اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان تعبد الله كأنك تراه. طب يا عم انا هعبد الله زي واحد من المشايخ اياهم، اعبد الله كأنه ترى، يعني هتصور ربنا ازاي؟ هتصوره ازاي؟ نور كذبت، ربنا مش نور ولا ظلام ولا شيء ولا هواء ولا جماد ولا له اي صفة ممكن تخطر لك على بال. يبقى زي تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال في المرتبة دي، في دي اللي هي مرتبة الإحسان دي، الله يحب الإيه؟ المحسنين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن
تسكت كده تراه. يعني ايه في ان لم تكن؟ يعني لو تخلصت من النفوس بتاعتك اللي انا كنت لسه بتكلم فيها دي، السبعه دي، لو تخلصت من دول هيحصل ايه؟ هتراه. عشان كده في الحديث القدسي نختم بيه، في الحديث القدسي ربنا يقول: ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وما زال حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي تبطش بها، وقدمه التي تسير بها، ولسانه الذي ينطق به. عشان كده بقول لك تنزل فيوضات العلميه، ولئن سالني لاعطينا، وان استعاذني ايه لاعيذنا. لما تمسك الحديث يقول ايه؟ ما زال يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ احبه. لما تمسك كلمه احبه دي وتمسك الآية: ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يبقى معناها ان اللي احبه ده لازم يكون في مرتبة الايه؟ الإحسان. واضحة؟ فتح اللهم اكرمنا لا تفنى رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفتحنا رب العالمين، اللهم اجعل ايام رمضان كلها علينا بالخير رب العالمين، اللهم اكرم الرعى والرعيه رب العالمين، اللهم وفقه لما يحبه وترضاه رب العالمين، اللهم وفق الراعي لما تحبه وترضاه رب العالمين، اللهم امنا في اوطاننا اجمعين رب العالمين، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب رب العالمين، وتمنا بخير اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. احنا المره اللي فاتت